بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، انطلق مهرجان لقاء بتنظيم من الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين، والذي يهدف إلى تصوير أشكال التعبير الثقافي والفني، إضافة إلى دعم جميع مجتمعات اللاجئين من مختلف الأقطار العربية. الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين جزوة ريفيجي سيرفيس هي منظمة دولية مؤسسة غير ربحية، هدفها بشكل رئيسي خدمة اللاجئين والأشخاص اللي بيعانوا من الحروب والصراعات. طبعاً إحنا عملنا بالأردن هنا بدأ من عام 2008، بنخدم اللاجئين من جميع الجنسيات بالإضافة للأردنيين الأكثر احتياجاً من المجتمع المحلي. فطبعاً إحنا هنا موجودين بهذا اللقاء، الملتقى الثقافي اللي فيه هذا التنوع الثقافي، أشخاص من دول مختلفة، منهم لاجئين منهم كمان أبناء وطننا اللي عندهم هاي الفرصة أن يلتقوا مع بعض ويتعرفوا على بعض، يتعرفوا على الثقافات المختلفة. هو غنى ثقافي، هو تكافل اجتماعي، وبيعبر كمان عن روح الضيافة والأخوة والمحبة الموجودة في مجتمعنا الأردني. وخلال المهرجان أقيمت فعاليات دمج للاجئين، حيث أقام أفراد من مجتمعات اللاجئين عروضاً فنية بعزف موسيقى فلكلورية ورقصات شعبية، إضافة إلى بيع منتجاتهم المصنوعة يدوياً وتقديم الأطعمة التقليدية. علمت اللغة الإنجليزية للنساء مثلي عشان يثقوا بحالهم، يثقوا بقدراتهم إنهم بيقدروا يعملوا كل إشي بيطمحوا فيه، وإن شاء الله بدي إنه بالمستقبل إنه أقدم أكثر للمجتمع وأساعد المجتمع زي ما أنا يعني ساعدوني الناس وساعدوني أثق بحالي وأصل للمكان اللي أنا فيها. كمان البازار زي ما أنتم شايفين في كثير مواهب، في كثير قصص، في كثير عادات وتقاليد وثقافات متنوعة، وإحنا عم نحتفل بهاي الثقافات، وجرأس إنه تمنحنا هاي الفرصة وتخلق هاي المساحة إنه الواحد يحكي قصته، يحكي طموحه، يتشارك مع المجتمع المحلي، ويصير فيه تفاعل بين المجتمع المحلي والمجتمع اللاجئ كمان إنه من مختلف البلدان، عنا من السودان، من الصومال، من إريتريا، من الأردن، من فلسطين. أدرس في جي آر إس اللي هي دائما تساعدنا على أساس الدراسة، وأنا أتكلم بكل اللاجئين اللي موجودين ظلين في الأردن، ونشكر الحكومة والشعب الأردني اللي رحبونا، ودائما نحن منسجمين مع بعض وعملنا هذا الأفنت اللي هي لقاء من كل اللاجئين على أساس نكون مكثفين، ونفس الشيء نكون دائما معرفة بيننا ونقدم كل مهاراتنا. من خلال هذا الحدث ترغب الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين بخلق فرصة للقاء والمشاركة بين مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المحلية، وتفضيل الحوار وخلق جسور التفاهم والتضامن المتبادل بين جميع أفراد مجتمعنا.